بحضرتك يا استاذي الفاضل، وبجد انا ليا الشرف ان انا معاكم. اشكرك، ربنا يخليك. يعني احنا كنا بندردش في الموضوع ده بقالنا شويه، بس عايزين نروح لزوايا اخرى طبعا. والتأكيد حضرتك مطلع طبعا على اللي بيحصل، وبيقولوا يعني انه بدات ترجع المشكله وكده. بالظبط. انا في البدايه كده انا مش عايز الناس تقلق خالص، الموضوع اصلا ما كانش نقص. الموضوع عباره عن ان استاذ مارك صاحب شركه ميتا اول ما بيجي يغير اي صوره دايما بتحصل مشكله في الفيسبوك. بمعنى لما يجي يغير اي ايه، اي صوره، اي صوره ليه على الفيسبوك، صوره ليه هو. ايوه. ليه بقى؟ اشمعنى الموضوع؟ اشمعنى جد؟ بص، هو بيحب الحاجات الدعاية الغير مباشرة، هو بيحب البروباجندا القوية اللي بتعمل دعاية غير مباشرة بطريق غير مباشر. بمعنى البروباجندا سيئة. بالظبط، هي البروباجندا سيئة على الشركة، لكن هي مش مشكلة الصورة بشكل عام، عشان برضو أوضح في كلامي. اللي حصل بالظبط من بعد تغيير الصورة، هو لابس النظارة عدد المتابعين كلهم نقصوا. يعني اللي عنده مثلا، أنا عندي 200,000 على حسابي الشخصي، طلع عندي 9,000 وشوية، هو عنده 119 مليون طلع عنده 9,000 وشوية. طب رجعوا لك الفولورز بتوع حضرتك؟ هو أصلا ما نقصوش، هي الفولور موجودة، بس الشكل الظاهري للرقم هو اللي نقص. ده بسبب ثلاث حاجات حضرتك. أيوة. أول حاجة بيحصل غربلة دايما للأكاونتات الفيك اللي بتعمل شائعات وتبوظ الفيسبوك وبتعمل شائعات على البلد والدول والحاجات اللي احنا عاملين نحاربها دلوقتي. تاني حاجة، ده هم قالوا هيعملوا حملة تطهير هتطل مش عارف مليار ونص أكاونت. هم دايما أصلا شغالين على الحملات دي كل شوية، يعني حملات اللي هي الغربلة دي شغالين عليها كل شوية. بس القرار بقى التقني اللي هو من جوه قوي، انه الفيسبوك منع التزويدات، السيرفرات تكون دايما بشكل دايم، بيحارب الموضوع ده. يعني ايه؟ معلش، يعني دلوقتي وحضرتك عندك اكاونت، الرقم اللي عليه مثلا 100 متابع، انت ممكن تخليه مليون في اقل من ساعتين، او في اقل من 7 ايام، او في اقل من 5 ايام، تشتري متابعين. المتابعين دول بيكونوا فيك، ما بيكونوش ناس يعني اصليين موجودين، فبيدوك رقم. فبالتالي انت بقى عندك متابعين كتير، واحنا في زمن الارقام بناخد مصداقيه بالرقم الاعلى، ودي مشكله كبيره عندنا. كارثه سودا والله، كارثه سودا طبعا جدا. ان احنا حضرتك عندك 2 مليون متابع، انا مش عارف هم وهميين او حقيقيين. فبالتالي انت اي حاجه هتقولها هتكون مصدر ثقه لاي حد موجود، لانك مؤثر على السوشيال ميديا. فده من منطلق الشائعات اللي بتحاربوا الشركه. بس هم ما هو رجعوا تاني الاكونتس، ما هو يعني يا ريت هم حذفوا كده الفيك. هم اصلا، انا بس عايز اوضح لحضرتك حاجه، اوضح للمشاهدين، هم اصلا الحاجات ما نقصتش. يعني الفولورز لما كنت انا بدخل وقت النقصان في الشكل، لما كنت بدخل ده مجرد نقصان شكلي، لكن الفولورز بتوعي موجودين، بنتفاعل مع بعض وبنتكلم كل حاجه تمام، وتم الكشف على ده يعني كله. يعني شكلا بس اللي هو الفرونت بيج. بالظبط، الفكره كلها عشان برضو ما خوفش الناس، وناس كتير خايفه وقال لك المنصه اتهكرت والكلام ده كله، كل ده كلام فاضي. الفكره كلها ان كان في تحديثات بتحصل، وطبعا لما انا قلت في بدايه المداخله ان كل ما بيغير صوره بتحصل بروباجندا كبيره، ده حقيقي فعلا. الصوره اللي قبلها نزل صوره قبل كده على تقنيه الميتافيرس والواقع الافتراضي اللي احنا داخلين عليه، طبعا ده عايزه حلقات نشرحها للمشاهدين. الميتافيرس لما نزل صوره مبكسله شويه، هو قادر ينزل صوره بهاي كواليتي، الناس كلها والعالم كله اتكلم عن الاخبار والصوره اللي هي مبكسله، وانتم ما عندكوش كواليتي وما عندكوش تيم كويس ينزل صور حلوه للميتافيرس. بعدها على طول قام منزل الصور الكويسه. فبالتالي هو بيحب البروباجندا، بيحب الناس تتكلم عليه دايما، وده اللي متعودين عليه. طب فرضيه انه هاكينج وكده، وفي فرضيه بتقول انه الصراع الروسي الامريكي، تفتكر ده ممكن يكون مطروح؟ ده انا بقى او نظريات المؤامره بقى، انهم عايزين يلموا فلوس وكده يعني. لا، انا بؤكد عليه انه هي تقنيا ملهاش دعوه باي كلام من ده. بس ماشي. طبعا البروباجندا السيئه احيانا بتنفع، البروباجندا الايجابيه احيانا بتبقى سيئه، فبالتالي بيتم الكلام عليه بشكل مباشر وبشكل موازي. لكن من ناحيه بس الغريب ان هو حصل في فيسبوك بس، مع ان في انستجرام بيتبع فيسبوك ما حصلش في نفس القصه يعني. انا كنت هقول لحضرتك على حاجه حالا بخصوص انستجرام، موضوع السيرفرات اللي بتحصل برضو، خلينا نتكلم على الجزئيه دي تحديدا، لانه الناس مش عايزها تتخن في زمن الارقام، لان الفيوهات بقت بتشترى اصلا. يعني من زمان لو لقيت فيديو عليه 2 مليون مشاهده ما تستغربش، ما تثقش في اي رقم موجود. احنا انت يعني ما تحولش حياتك لارقام. بمعنى كله بيشتري. بالظبط، يعني او لو مش بيشتري فبيصرف عشان يجيب. يعني هي ما هو برضه بقى الموضوع تحول مساله امكانيات، انت معاك كام هتجيب كام.
عشان كده بنقول انه موضوع الارقام يعني مش لازم يبقى وسيله للتقييم في حياتنا يا جماعه، احنا مش مجرد ارقام وكل واحد رقم وعندك كام. وبعدين ما في ناس عندها ملايين وبتقدم يعني محتوى يودي الدول في داهيه ويودي الاشخاص في داهيه ويودينا اجتماعيا في داهيه. فانا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا باشمهندس، نورتنا. مهندس احمد طارق خبير امن المعلومات، شكرا جزيلا على وجودك معانا.